اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج فوت جول. انا محمد اسامه والنهارده هنلعب فيفا. هنبدا طبعا نلعب فيفا زي ما الناس بتبدا. هنفتح البوينتس بتاعتنا اللي جايلنا مع النسخه الالتيميت، هم 4600 فيفا بوينتس، حوالي 15 ل 20 باك كده، نشوف هيجي لنا فيهم حد ولا لا. بعد كده هنكون الفريق بتاعنا اللي هو هيبقى افريقي او نجوم افارقه، اللي فيهم ساديو ماني ومحمد صلاح وياض محرز وكولوبالي والناس دي كلها. وطبعا هنجرب لعيبه برضه في النص كده زي عمر مرموش والنني وتريزيجيه والناس اللي هي بتاعتنا. النهارده بس هنكون الفريق وهنفتح الفيفا بوينتس، وبعد كده هندخل التصفيات بتاعه الفوت على امل ان احنا نتاهل ونلعب الفوت مع بعض اخر الاسبوع ونشوف الدنيا ايه. يلا بينا نبدا نفتح الحاجات اللي هي ايه مش قويه قوي. نفتح دي طبعا. مش هيجي لنا النهارده ولا ووك اوت كالعاده. انا ما جاليش غير ووك اوت واحد من اول اللعبه، كان كومان تقريبا. كان كومان. هذا بورد حلو. جاي حلو جميل. نشوف بقى دي بتقول ايه. ولا حاجه. نشوف دي بتقول ايه برضو. يعني زي ما قلت لكم مش هيطلع ووك اوت، ما تتوقعوش حاجه كبيره. يعني بورد حلو ماشي. بيكفورد. نفتح اخر حاجه اللي فيها امل انه ممكن يطلع ووك اوت. المفروض في لاعب بلس 83، ده يعني قريب شويه ممكن يطلع لنا منه ووك اوت واحد مضمون. فيلا بسم الله. ايه ده ووك اوت؟ مين بقى؟ لا مش ووك اوت، انا اسف مش عايز ووك اوت. تشيزني ايه بس؟ ماشي يا سيدي. يعني اتمنى يبقى معاه حد 83 كويس ولا اي حاجه. ممكن بقى ايه قبل ما نبدا نلعب التصفيات نفتح شويه من البرومز دي. يلا نشوف اول باك. ماشي يا سيدي. بس يعني دي تهدبل شويه. يعني مثلا ايه ده؟ مارسيال غالي اعتقد. ايه بقى؟ بورد. ماشي. كواتس. ايه ده يوناني برضه؟ ولا حاجة طبعا. مش مشكلة. هيبقى في فريق يعني في اللعيبة اللي من افريقيا كلها، هيبقى فريق بس افريقي بس، وده المفروض الفريق الأساسي بتاعنا. بس احنا دلوقتي طبعا لو دخلنا لعبنا بيه بالفريق اللي معانا ده هنتشلوح. يعني على الأقل محتاجين نجيب صلاح ومحتاجين نجيب ماني ونعمل كولوبالي. نزل له كات بتاع لاعب الشهر في إيطاليا. فلو عملنا كولوبالي وده مين؟ حلو ده ديباي. حلو ديباي. لو عملنا كولوبالي اعتقد نبدا بقى نبص شويه على الدفاع. يعني يبقى لطيف. حلو. كولوبالي في فريق الاسباني. الفريق التاني بقى هيبقى فريق اسباني. ممكن نخليه كله ريال مدريد، بس يعني حاليا هيبقى اسباني. ممكن نبدا نلعب بيه. يعني هو قوي شويه عن الفريق. هوريه لكم طبعا بعد ما نخلص الجوائز. طب نكمل بقى باكات ب 7500 هيدينا شويه حلوين. خلينا نبدا نشوف السكواد. دي السكواد الاسباني تمام. هنا ممكن نجيب ديمبلي بس غالي تقريبا بحاجه و60. وطبعا الاثنين مدافعين دول صباح الفل. والحارس يعني شغال شويه لحد ما يعملوا الابديت اللي هيبوظ اللعبه. ان الحراس دلوقتي كويسين. نشوف بقى السكواد التاني اللي هو ما فيهوش حد. افريقيا ده السكواد ما فيهوش اي حد.
يعني في وسام حسين وداكا داكا سيئة وفي ونياكا وفي زاها زاها ده كنت جايبه تقريبا اول ما زلاتشا بقى رخيص 3000 اصلا جايبه 8000 حاجة كده بس ففي شوية لعيبة هنا ممكن نلعب بيهم بس حتى يعني اخرنا نلعب بيهم حاجات يعني مش اللي هي يعني احنا طبعا ديفيجن 6 ما لعبناش كتير بس اعتقد لو لعبنا الاسبوع ده وكملنا وطلعنا ديفيجن اعلى الجوائز هتسعفنا شويه. هو النظام بتاع الجوائز بقى تحس ان هو يعني ما تعرفش هو حلو ولا وحش يعني هو ممكن يكون حلو ان هو عامل مواسم وكده زي الاوبجكتيفز بس في نفس الوقت الجوائز مش قويه قوي يعني السنه اللي فاتت في ديفيجن 6 كان بيطلع جوائز مختلفه. دلوقتي عشان تختار من الجوائز تحس ان انت ما خدتش جوائز بقى تلعب طول الاسبوع وبتحاول تطلع الديفيجن اعلى ما خدتش جوائز. الناس اللي في ديفيجن 4 و3 برضه نفس الكلام فالموضوع مش سهل يعني. يلا بينا. احنا لعبنا عموما ما فيهوش مهارات نعتمد اكتر على اللعب المباشر. هي اللعبه اوقات تحسها كويسه واوقات تحسها حلوه هازارد مش لوكا مودريتش هازارد الثاني انا مش احسن حد يدافع برضو انا بيدخل فيها جون كتير اوه يا هازارد كانت حلوه دي طبعا شفنا طبعا اللي حصل في بيس موضوع غريب جدا انا يعني هي بيس انا اخر بيس لعبتها كانت 2013 بس ما اعتقدش ان هي توصل للمرحله دي اللعيبه ما جاتش يعني ما فيش خالص ما عندهمش بوبا جنيه جرافيكس وطبعا امي مهاجا بلعب بيس عشان كده نزلوها مجانيه اصلا فهو منطقي يعني ما تحاولش تجرب حتى يعني الكلام كله بيوضح المشكله. يلا انت حلوه دي بقى حلوه والله صفقه كويسه لعيب كويس مش هذا اول ماتش اول 4 نقط فاضل لنا 20 نقطه الخساره بنقطه فاحنا مش عارف بصراحه محتاجين نكسب كم ماتش بس يعني دينا اهو نتمنى نكسب اول ماتشين ثلاثه كده في جوائز برضه بعد التصفيات دي مش عارف هتنفعنا ولا ايه يعني هتيجي دلوقتي لو جت دلوقتي طبعا هنفتحها بعد ما نخلص امبارح كان بيطلع لي 200 و300 وحاجات كده فاعتقد كلكم عندكم نفس المشكله طبعا بنفصل النت بقى ونرجع تاني بتضايق يعني مش ما بعرفش اضغط عليه لا انا بتضايق احس اللي هو لا يا عم ليه كده دي باي هيب شد 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 دي باي ضيع دي باي هو مش احسن حاجه بس وجوده في الفريق لوحده كفايه يعني الاول يا الحمد لله لا 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 لا, لا. ازاي يعني هذا الماتش باين من اوله حلو ميليتاو جميل ميليتاو مش جميل قوي يعني ماشي السنخو شايل كتير والله فينيسيوس لوكا يعني الشوط كده ممكن يخلص من غير ما نتعادل بس يعني في امل هتشوفوا تغييرات عجيبه دلوقتي لما اجي اغير لو ما جاش الجون الثاني يعني لا مش
ماشي الاول حلوه هس ويقطع الكوره يا ربنا. هو جاب اول جون بنفس الطريق. طب ازاي يعني؟ هيكون الابديت نزل فما نعرفش اللعبه هتبوظ ولا ايه هيحصل بقى فهنشوف يعني. بس ادينا هنحاول نتأهل. And that will be all for this game. Defeat for the visitors. بص بقى جايب كل الناس اللي ينفعوا في الحاجات اللي انا بتضايق منها فما نشوف بقى. Hi everyone, it is an absolutely splendid day for football and we're looking forward to the game. Some good players who might just turn it on here. This will be an interesting game, that's for sure. And is it going to be Gareth Bale? كامافينجا جول. طب انا واقف معاه اصلا. وصلت له ازاي بقى؟ يعني انا اصلا واقف معايا عارف ان هو هيبسط. طب عمل سميريتاو جول. لا 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 لا, لا يا راجل. انا ما استلمتش اصلا شوط على طول. فينيسيوس مفيش جديد نفس الجول مش حلو مش حلو وبعدين بقى يا راجل عمال يحاول يشوط من بعيد عايز يجيبها بس هو بصراحة لو جت هيبقى عمل ميليتاو تاني. طب ايه ليها ليها اوه حلو so back in business here the first period of extra time and it might well come down to mental fortitude well let's see what they have in store for them on the break and he's in Vinicius Junior يا بيل طب ما لو بتيجي ما بتجاتش ليه؟ مفيش قوي حتى اصلا لو جبنا جون هنلعب بلانتيات وماليش فيها بس مش هلحقها اصلا. محتاجين ان احنا نكسب كام؟ محتاجين نكسب 4 ماتشات او 5 ماتشات من اللي فاضلين فخلينا نكمل الحلقه الجايه. الحلقه دي ما حصلتش فيها حاجات كتير فتحنا الباكات بالفيفا بوينتس بتاعتنا ما طلعناش منها لا تقريبا 3 بودز ما طلعناش منها حد كويس ما طلعش ووك اوت طلع لنا بس ووك اوت في الاول بتاع الجوائز بتاعت الرايفلز وبس 3 hours later fans were hoping for before a ball was kicked today.
الله يا بلدنا الله يا بلدنا الله. خلصنا الحمد لله وتأهلنا ودنيتنا تمام. الحلقة الجاية هنلعب الفوت بقى بالفريق بتاعنا اللي احنا هنكونه، وهيبقى عندنا حاجات تانية أقوى من الحلقة دي. هيبقى عندنا جوائز الفوت شامبيون اللي هي أحسن جوائز، فهنشوف كده هيطلع لنا مين، وهنشوف هيساعدنا ده ازاي في تكوين الفريق، لو طلع لنا ناس تريدابول ناس مش تريدابول، هنشوف يعني الدنيا هتلسع على ايه. شكرا لكم، كان معاكم محمد أسامة فوت جول.